السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرات تنور الجالية المغربية والناس والمدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيا ترجعنا بنات ولاد اليوم 30 بشهر 9 2023، خيرات في البقرة الوالدة هنايا. سير سير جر 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 جر. تيقولوا 35,000 تاع الدرهم، 3.5 ولدها مليحة خير ما كاين في الولاد. ولدها زين تنوريوها لجميع المشاهدين. مرحبا مرحبا. 3.5 ولدها زين. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. راجو قفرة دار بعنا البيع والشراء تاعها. بقرة زينة ولدها زين بزاف. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات. كاين شوية الشاق. بات يا مازال اخويا تبيع ما قسمش الله شي دار كبيره اللي ديال البقره ديال البقره واش عطاونا فيه 300 والجره تاع 3 الملايين هكا صغيرهم 300 عطاونا الفيديو مين اللي عارف هذا المارك شوف اللي عارفين كثير ما كاينينش مولها تبيع وشري ماشي عيب البيع وشري مولها تبيع وشري دي منهم وبوه وكل شيء يبيع وشري في البقرة الوالدة البقرة مليح سبا واحدة كل مليح عاقي عاقي البقرة ماشي كي هادو كل مهشطات بقرة زينة مقادة وزوينة ولدها زين تبارك الله تبارك الله قول مليح ما عندي ما نقول لا ولدها ولا هي ولا كل شيء مين مرقدها ها مولاها مولاها بقرة جيدة ما تحيتش عليها الكاميرا على الزين اللي فيها وعلى ولدها زين بزاف تقول لك عطوني 35,000 تاع الدم وتو هي راها تا مرحبا تا تا اه مرحبا مرحبا التقديم معنا هنايا نعرفوك من سنين ماشي الله عرفناكم بقرة زينة باش تقول مزوجة الزيتون باش تقول عيلة ورجالة واخا مرحبا انا بالتليفون سباك الهدرة ولا وليدي ولا يقلدوني واه على خدمك سباك الهدرة صافي يقول لك راه قال لك 35,000 تاع الدرهم 3.5 اييه مرحبا بسيد مرحبا بقرة زينة هذه خت البقرة مولاها هكا سبق لنا عندو البقرة الحمراء انت شحال هادي شحال 520 هذا بوه بوه مول البقرة الحمراء تيقول 520 عطاوني والد عجل لا تنعرفهم من زمان قبل ما نديروا القناة
قناة زيتون مرجان كنا نبيعو ونشريو في التور الجزائري. تبارك الله درع عزيز. هذا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. هذاك ولد تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. ما عندي ما نقول في الماعون، الدرع زين، المسلسل زينين. بالقراطي والد عندي. والد عندك؟ وهي الحليب غادي تورينا. 26 تبارك الله 26 لترو. 26 فعلا راه راجل تنعرفوه من زمان، ماشي يلاه بادي ولا دري. ما عندي ما نقول، قال لنا 26 تبارك الله. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون المرجان. هذاك هو ولدها، وهذه بقرة كما تشوفوا الدرع تاع عزيز، تنوريوها لجميع المشاهدين. احباب تونا في مكانه، قلت لك 560 ما كاينش اللعب، ما كاينش اللعب. اللي جاي ياخذ مرحبا، ما كاينش اللعب كارانتي. وراجل صاحبنا من زمان، ماشي يلاه عرفناه. بقرة زينة طويلة وعالية، والدرع عندها زين، ولدها زين. وقال لك والدي عندي تتحلم 26 لتر، ما فيه لا مزاح لا والو. وراه يبيع لك مالو؟ ثمانية وعشرين ألف تاع الدرهم. بقرة غتبيعوها درك؟ هاد غتبيعوها درك؟ غتبيعوها درك إن شاء الله. بقرة زينة راه قد يقولوا 3 ملايين ونص. شحال؟ اش والده؟ عجله 540 قويتو عليها. ورا الثمن جا فيها ايوه ها؟ الدوانه. اش دايره في السن؟ مزازلها زينات. مزازلها زينات. والسن كيدير؟ انا ولاح الساتيات. يلا لاح الساتيات. انا ولها تيقول لينا. تا هما حريف، تا هما حريف، تا هما بيع وشرية ومعروفين، إيه، تنحيو جميع المشاهدين، بغيتو فيها 540، وعطوكم فيها شي حاجة؟ باقي ما عطوكمش، هذا هو كلام معقول، هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان، والحباب تونا، البقرة كاين فيها الثمن. ولكن البقرات زوينه تاع الحباب تاعنا هنايا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات. شي 40 بقره ولا هذه تعطيه؟ عيط علينا وخذوا معنا وحده. يلا النمره مالها مشات ليهم ولا شيء؟ زيد زيد سربي راسك. سدريس حاج دريس من وجدة. مبروك اهلا. الله يحفظك. هذا دريس من وجدة، مرحبا بسدريس. بارك الله فيك. رشيد رشيد صاحبك تاعك، مرحبا مرحبا سي رشيد. زيد كبر قلنا 06 54 74 71. هذا هو النمرة تاعتك. على هاد البقرة اللي كما تشوفوا حطيناها، باقي ما عطاوش. وما بقاش الوقت، المازوت غالي وكل شيء غالي. مرحبا مرحبا بسيادي، مرحبا. ديتوها؟ ولد عجلة. جوج قال 20 باش الدواء. والسن كيدير؟ غادي تكسبوا ان شاء الله. تبيع وتشري؟ ما عيبش البيع وشرا، ما الله حلل البيع وشرا وحرم الريبه. داوها البيع وشري بقره زينه، داوها ب 400 قال 20 ما عطاوكمش فيها. ما عطاوش.
اهلا بخير. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. ياك تبي خير؟ لاباس ناشط الحمد لله. اللهم لك الحمد.